السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا هذه الحصة غادي نشوفوا تصحيح ديال التمرين 5 صفحة 117، فهو تمرين من الدرس ديال الحجم والسعة وحدة القياس. إذا فهو مسألة تقول كتقول مسبح على شكل متوازي المستطيلات، طوله 25 متر وعرضه 12 متر وعمقه 1.8 متر، ثم ملء 4 أخماس من هذا المسبح بمدى خصبيبها 4 لتر في الثانية، أحسب المدة التي يستغرقها الملء. إذا هنا هذا التمرين راه توا كيتعاود، قال لك عندنا مسبح على شكل متوازي المستطيلات، عندنا الطول عندنا العرض وعندنا الارتفاع ديالو، بغينا نعرفو كنعمروه بواحد المضخة، يعني واحد لابومب باش كنعمروه الصبيب ديالها، هو يعني كتعمر لينا 4 يترو في الثانية، كل ثانية كتعمر فيها 4 يترو ديال الماء. الوغ احسب المدة التي يستغرقها الماء، بغينا نعرفو شحال هي المدة باش غادي نعمرو هذيك لابيسين كاملة. اذا باش نبداو قلنا المسألة، الوغ باش تكون فيما تكون عندكم شي مسألة قراو لي نونسي المرة الأولى دوز عليه، المرة الثانية قراه وخرج منه المعطيات اللي عندك. الوغ عندنا مسبح على شكل متوازي المستطيلات، عندنا الطول هو 25 متر والعرض 12 متر والعمق 1.8 متر، وملئنا منه 4 أخماس، ياك عمرنا 4 على 5 من هذا المسبح، دونك 4 أخماس داكوغ، دونك 4 أخماس شنو هي؟ نقسمو على 5، 1 2 3 4 5، وناخدو 4 ديال الأخماس، يعني 1 2 3 4، هادشي اللي عمرنا منه 4 أخماس هي هذه، يعني كتقسم على 5 وتاخذ 4. دونك عمرنا هذا، قلنا المضخة صبيبها 4 لتر في الثانية، يعني كل واحد سكوند كتعمر لنا هذيك المضخة 4 لتر. المضخة هي لابومب، هي البومبا. الوغ بغينا نعرفو شحال هي المدة اللي غادي اللي نستغرقها باش نعمرو 4 أخماس من هاد لابيسين هادي. اذا اول حاجه غادي نديروها شنو هي؟ الوغ عندنا المعطيات، غنحسبو اول حاجه نحسبو الحجم، يعني هاد لابيسين شحال كتهز ديال الماء كامله، داكوغ؟ دونك الحجم ديال المتوازي المستطيلات قلنا شنو هو؟ هو الطول في العرض في الارتفاع، ياك؟ دونك هي 12 في 25 في 1.8، حسبتو غتعطيكم 540 متر كوب، داكوغ؟ دونك هذا هو الحجم. الوغ الحجم هنا لقيناه باش لقيناه بالمتر مكعب، داكوغ؟ حنا عندنا المضخة بالليتر، دونك غادي نديرو التحويل، نحولو من المتر مكعب لليتر، داكوغ؟ دونك 450 متر مكعب شحال هي بالليتر؟ الوغ راه حنا شفنا في الفيديو لي واحد من لي فيديو القدام كيفاش كنديرو نحولو من الليتر المتر مكعب ولا السنتيمتر مكعب ولا ديسيمتر مكعب، دونك خصكم تكونوا شفتوا الدرس. غادي الا درتو التحويل في هذاك الجدول ديال التحويل غادي تلقاها هي 450 الف لتر، داكوغ؟ دونك هادي 450 الف لتر شنو هي؟ هي الحجم ديال المتوازي المستطيلات كامل بالليتر، متوازي المستطيلات كامل. الوغ هنا شنو قالك؟ قالك تم ملء 4 اخماس، يعني حنا بغينا نحسبوا المده التي يستغرقها ملء 4 اخماس من المسبح من لابيسين، داكوغ؟ دونك 4 اخماس غادي نحسب. دابا حنا حسبنا الحجم الكلي، الحجم التوتال ديال المسبح كله بهذا الارتفاع هذا، دابا خصنا نحسبوا الحجم ديال 4 اخماس. اذا قلنا عندنا هنا الحجم التوتال، دابا غنحسبوا شي بشحال وصافي حنا استعملناهم. دابا غادي هذا قلنا الفوليوم توتال، دابا غنحسبوا الفوليوم ديال 4 اخماس، اشنو هو الفوليوم تاع 4 اخماس؟ دونك قلنا عندنا هو 4 اخماس ديال هذا الحجم ديال هذه البيسين كامله، شنو هي؟ غنشدوا هذا نضربوه في 4 على 5، هي 450 الف في 4 على 5 تساوي، اذا هذه هي 360 الف باش بالليتر. دونك هي 360 الف لتر،
داكوغ. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ دابا بغينا نعرفو هاد 360,000 لتر شحال ديال الوقت باش غادي نعمروها بهاد المضخة هادي اللي الصبيب ديالها هو هذا. دونك شنو غادي نديرو؟ نستعملو القاعدة الثلاثية. دونك المرحلة الثالثة غادي نديرو عندنا 4 لتر كتعمر في 1 سكوند، الوغ 360,000 لتر شحال غادي نعمروها ديال الوقت؟ كومبيان دو سكوند؟ اذا القاعدة الثلاثية اللي شفنا شنو قلنا؟ 360,000 في 1 مقسوم على 4، وبهذا غادي نتلقاو شحال هو الوقت اللي خاص اون سكوند. داكوغ، دونك نخليكم ديروا الحساب من بعد. النتيجة اللي غتلقاوها هنا قلنا غتلقاوها بالسكوند ياك، بغيتو من بعد تحولوا للدقائق، بغيتو تحولوا للساعات، ولكن هنا ما مطلوباش منكم، قال لك احسب المدة التي تستغرقها الملء. لو كان طلب منك من الساعات ولا الدقائق دير تحويل، مي بيسكو قال لك غير المدة، المدة تعطيتها بالسكوند ولا باش ما عطيتيها راه كتبقى مدة زمنية. اذا الى عندكم شي سؤال خليوه في لي كومونتير، والسلام عليكم.